البارح في الصبلات في الجزائر العاصمة كانت يعني مصيبة أصابت 12 عائلة أطفال صغار يعني خرجوا في رحلة مدرسية ومشاو نعم هو نستغرب كيفاش يعوموهم في هذا الآخر والذراري كل ما طارت سنة في عمرهم هاد 5 ماتوا وعندهم زوج اللي كانوا يعني سلكوا من يعني من الموت وهادو كانوا في 70 يعني 70 تلميذ اللي كانوا خرجوا في هاد الفسحة جايين من عين بوسيف ولاية بليدة. أنا استغرب كيفاش يجيبوا دراري لصابلات اللي دوكا نداروا فيها يعني منتجع تاع الناس راح تحوس تريح وكذا شغل المارينا داروها برضو حاجة مليحة نعرف مليح صابلات بيسكو لعبت فيها بالون حتى قلت فيكس نهار اللي داونا من باب الواد من الستة العربية كان في باب الواد كان في القصبة بين القصبة وباب الواد ورام فالي ودونا اليوساندي والحاجة اللي حوسنا عليها حوسنا التيران نلعبوا فيه بارون دونك صبنا الصابلات وقلنا نلعبوا فيها لنا ولكن عمرنا ما عملنا فيها برضو حنا ولاد بحر نحبوا البحر وكذا يعني الصيف وده مثلا تلعب ماتش فوتبال تاعك خضر فيها تشبيكة أنا كي نلعبوا في بارتوفاني نضربوا تشبيكة في بارتوفاني ما كاش بصح في صابلات لا اولا ذاك الوقت كان الماء ملوث ثانيا ماهوش تاع بحر ماهوش محروس الشاطئ ماهوش محروس السبب كيفاش يجيبوا 70 طفل ويطلقوهم يعوموا هم جاي من جهه ما يعرفوش يعوموا ما يعرفوش يعوموا ذريات لانه في المدارس الاوروبيه مثلا في فرنسا تعليم السباحة وفي بلجيكا كذلك تعليم السباحة يعني في البرنامج الدراسي للدراري الصغار ملي يدخل البريمير يتعلموا يروحوا لابيسين يتعلموا يعوموا يعني تعليم السباحة في البرامج الدراسية هذا ما يهوش حاسب في الجزائر والدراريات اللي جايبينهم من الولايات المدية من عين بوسيف جايبينهم ماشي باش يعوموا جايبينهم باش يلعبوا باش تفسحوا لانه مليح انه هذيك لابلاج هذيك يعني تكون يوم خدموها وصلحوها مليح شي جميل لكن ماشي باش ترمي الناس للتهلكة على كل حال حسب وكالات الانباء انه تم فيه فتح تحقيق وطبعا فيه امور كيما دي يفتحوا تحقيق سي نورمال باسكو الشيوخ تاع المسيد اللي درسوا المعلمين ودا منا زوار لا راح يديروا له فتح تحقيق ويدوا لي الحبس وديجا وقفوا وقيلا 7 من الناس وقفوهم على ذمة التحقيق فني ما يعني شيء اللي بنادم يتأسف له لأنه المسؤولية مش مسؤولية المعلمين اللي أطروا فيهم يعني مسؤولية أعلى من هذا المفروض تشوفهم مش يحطوا يعوموا قال لا دي ما يشتعوا ما لأن المفروض كان في صابلات هذيك كان حراسة تاع الشاطئ وكي تقول السباحة ممنوعة قال السباحة ممنوعة وإذا كان السباحة مسموح بها يعملوا
يربطوا هاول المساحه اللي يعوموا فيها المسموح فيها السباحه. المهم نستناو شني نتائج هذا نتائج التحقيق. اذا نترحموا على روح ارواح الاطفال الصغار رحمهم الله ورزق ذويهم الصبر والسلوان. كذلك شخصيا تألمت اليوم لوفاة والدة أحد الأصدقاء اللي نحبها بزاف بزاف، لأنها هي تحبني وتتبعني وناخد عندها دعوي الخير. واليوم يعني تصفحت على فيسبوك، لما ندخلش بزاف فيسبوك نشوف ولدها حاط يقول باللي راهي الوالدة راهي في وضع صحي محرج وراهي في غيبوبة. الوقت اللي انا بعث له رسالة باش نطلب منه انه يقبلها على الجبين من عندي من طرفي، ما قراش الرسالة حتى نفتح مع نصيبو يعلن عن وفاتها. امرأة شريفة، امرأة طيبة، امرأة انجبت للإعلام الجزائري ابن وحفيد، وامرأة الناس الكل يشهدوا لها بطيبتها، الناس الكل يشهدوا لها بطيبتها، والطيبة ديالها تتجلى في ابنها وفي حفيدها. ربي يصبرهم ويصبر ولادها كامل، وربي يرحمها ويدخلها فسيح جيرانه. كما نترحم كذلك على صديق وفته المنية المعرف ناصر من أم البواقي، اللي يعني كنت معاه في اتصال دائم منذ أن عاد إلى فرنسا، ومن يجي فرنسا نتلاقاو على كل حال. وأربع سنين وهو يعاني من المرض، يتسارع مع المرض، وكان يحب يحكي معايا أنا باسكو وصلت بنفس المرض، يعني سرطان القولون وسرطان الكبد، ويشوفني بلي أنا كنت دائما ضاربه بكتبي هذاك ما يسمع به. والحمد لله وداويت ودرت عمليات، زوج عمليات جراحية والحمد لله. دونك شوفني كي نهضر انا وياه الشغل اللي يتشجع كيسمعني نحكي له واحد شوف مانيش خلاص اعطيها اهميه المرض هذا، وما نقول له ديال الكونسير يخاف منا، انا وياه كل كونسير يخاف منا، مش احنا اللي نخافوا منه، لان اليوم صار مرض يتعالج كباقي الامراض. ولكن هو للاسف انه اصابوا في الجزائر، و في الجزائر ما كانتش بريز اون شارج يعني كما يلزم الحال. علاش؟ انه اصابوا سرطان القولون مع الاول، داروا له عمليه، بعد كانت الكبد المفروض يزيدوا عمليه، خلوه له حتى من الكبد تاعو مات، يعني عندها نهار 5 ماي كان خلاص، كان في باريس قعدنا نشوفو كش ما ندبر باش نعملو انغراف دي فور، انغراف لازم له كبدة كاملة. شفنا في بروكسل بعثنا لتركيا والاطباء يعني قالوا له غير تروح احسن. هو كان شجاع اخر لحظة، يعني شافني هكذا نحوس كيفاش نصيبو حلو. كان اخ صديقنا في بروكسل لحسن حموش حتى هو بذل مجهوده ودبرنا رونديفو بعد 15 يوم. ما كان شفا يعني كلمة تاعو الاخر اللي قال لي يا ودي هادي وقيلا تاع باي باي، ما بقاتش فيها على هكذا وقالها بضحكة. ربي يرحمه ويوسع عليه. واليوم الصباح يعني انتقل الى رحمة الرفيق الاعلى، وانا نقول دائما اللي يتوفى عمرنا ما نبكيو عليه، نحزنوا على الفراق طبعا، ولكن عمرنا ما نحزنوا على اللي ينتقل الى
جوار ربه. شكون اللي تفكر تحس هذا واحد طلع عند مولاه؟ بالعكس تفرح له انه واحد طلع عند مولاه وتقبله انه يكون يعني يطلع بأعمال صالحة، يطلع بأعمال صالحة وبنادم يطلب له المغفرة والرحمة. إذن يعني هذا يوم معمر بالآخر أخبار ما دوزنا من مامس بعد سمعت أنه السي برواقية الرئيس السابق لشباب بلويزداد حتى هو وفته المنية اليوم، ونطلب له الرحمة ونطلب له المغفرة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناني. هذا ونعود الآن إلى مواضيعنا السياسية ومأساتنا اللي رانا نعيش فيها احنا الاخرين. نرى فرقوا هذه الدنيا خاصة فرقوا الجزائر تاع المشاكل، واحنا ما زلنا عايشين في المشاكل. شوفوا هذا بعد جنب.